امبارح كان في حفلة خاصة جدا أحياها الموسيقار الكبير عمر خيرت في مدينة العلمين الجديدة وسط حضور عدد كبير من الجمهور العاشق لفنه وألحانه الاستثنائية اللي سايبة علامة في تاريخ قوة مصر الناعمة. موسيقارنا الكبير عمر خيرت قدم خلال الحفلة مجموعة من مقطعاته الموسيقية اللي كلنا بنعشقها زي هي دي الحياة وفيها حاجة حلوة وإمتى الزمان يسمح يا جميل وأندلسية وغيرها. شوية تنظيف للودان كده روقان مع الجو بتاع الساحل ف perfect choice يعني. ريلاكسيشن حاجة تشيل الضغوط اللي علينا شوية. وعمر خيرت بالنسبة لي عشق ف عمر خيرت على البحر كده في العالمين فدي حاجة حلوة يعني. ما ينفعش تتفوت يعني. دي مثلا خامس أو سادس مرة بس هي أول سنة إن أنا يعني أحاول إن أنا أجي كذا مرة. أنا أي حتة فيها عمر خيرت يعني بحبها قوي وبحب أحضر كل الحفلات بتاعته على قد ما بقدر عشان ساعات مش بلاقي تيكتس. بالنسبة لعمر خيرت حضرت له كتير طبعا برضه قبل كده، تطوير عالمي طبعا يعني هو تطوير المنطقة الشمالية بالنسبة لجمهورية مصر العربية، ملتقى سياحي جبار، معانا زملاء جايين من كندا واحنا هنا من مصر اوريدي فكون التطوير ده حاصل نتمنى انه يستمر صيف وشتاء مش صيف بس. انا أول مرة أحضر أي حفلة لعمر خيرت يعني اتس ذا فيرست تايم بس إنها موجودة في العالمين وموجودة في الساحل فهتبقى فيري جود اوبورتيونيتي يعني.